الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع بينضم لنا على الهاتف في الحياة الآن لمزيد من التفاصيل بشأن زيارة الوفد الشعبي المصري إلى روسيا. برحب بحضرتك معنا أستاذ مصطفى. أهلا شريف، أهلا بك أستاذ مصطفى. يعني حضرتك كنت أحد أعضاء هذا الوفد، كيف تصف لنا الأجواء التي كانت هناك؟ الموضوع كان مسألة أكثر منها دبلوماسية ومجاملات، ولا حضرتك تلمستم أن في بالفعل مشاركة إيجابية أو رغبة في مشاركة إيجابية؟ لا، بالفعل وضح ذلك منذ البداية، كانت الاستقبالات حافلة وكان الكلام صريحا وواضحا مع كافة المسؤولين. التقينا العديد من المسؤولين الروس، كان الوفد التقى يفجيني بريمكوف رئيس الوزراء الأسبق في روسيا، التقى وكيل أول أو نائب وزير الخارجية مبعوث بوتين للشرق الأوسط، والتقى رئيس علاقات خارجية بمجلس النواب وعدد من أعضاء الهيئة العليا الرئاسية لمجلس النواب، وعقد العديد من المؤتمرات الصحفية. أستطيع القول بالفعل أن روسيا بموقفها الداعم لخارطة الطريق وتطلعات الشعب المصري نحو مزيد من الحرية والتحرر وتأكيدها على وقوفها ومساندتها للشعب المصري وحكومته، وطرح في ذلك خيارات عديدة ومتعددة، ولكن الحقيقة توقف المسؤولون الروس كثيرا أمام الزيارة التي سيقوم بها وزيري الخارجية والدفاع الروسيين إلى القاهرة في 13 من نوفمبر، وقال أنها ستشكل بداية مهمة جدا لإعادة صياغة العلاقات الروسية المصرية، كما أنها تكون تمهيدا لزيارة أعلى في الفترة القادمة. بالفعل موضوع السياحة كان موضوعا حاضرا، بشرنا المسؤولون الروس بأنه بمجرد إلغاء حظر التجول فإن السياحة الروسية ستتدفق على مصر، وقالوا أن هناك 100 طائرة أسبوعيا الآن تحط في القاهرة والمناطق السياحية الأخرى، وأنهم يتوقعون مع رأس السنة الميلادية عودة السياحة الروسية إلى طبيعتها. عندما تحدث البعض عن ظاهرة الإرهاب ردوا وقالوا بالفعل أننا نعرف أن ظاهرة الإرهاب ظاهرة دولية، وأن روسيا تعاني من الإرهاب، وأن بعض الحوادث التي تقع في مصر لا تؤثر بأي حال من الأحوال على السياحة الروسية، خاصة وأن المواقع السياحية حتى الآن هي مواقع آمنة. نحن نتوقع بالفعل في الفترة القادمة مزيد من العلاقات وتطورها، نتوقع تشكيل المجلس الاستشاري المصري الروسي من قوى سياسية وقوى شعبية، نتوقع بالفعل تواصل رسمي مصري روسي. هناك دعوة قدمها القمص بورس عويضة لبطريرك الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا، وسمعنا كلاما جيدا عن احتمال تلبية هذه الدعوة. كذلك الحال بالنسبة لدعوة قد توجه للبابا تودروس لزيارة روسيا. كل هذه الحقيقة مؤشرات مهمة، يعني هي كلها مؤشرات إيجابية ومؤشرات مهمة، ولكن هناك شائعة قد أثيرت في الأجواء أن في نية من روسيا لتسليح مصر في مقابل أن يكون لها قاعدة عسكرية، ما مدى صحة يعني هذه الشائعات؟ نوع من الشائعات السخيفة. لا الروس يريدون قواعد ولا الإدارة المصرية الوطنية يمكن أن تقبل بهذا الكلام. هذه من الشائعات المغرضة التي يرددها الطابور الخامس. أولا قضية الأسلحة لم تطرح من الأساس، ثم أن قضية تنويع السلاح المصري هي قضية ليست بجديدة، ثم أننا لم نذهب إلى روسيا لاستبدالها بالولايات المتحدة الأمريكية، وإنما ذهبنا، وأعتقد الفريق السيسي أكد ذلك أكثر مرة، أننا نهدف إلى توازن في العلاقات الدولية وتوازن في السياسة الخارجية المصرية. أمريكا لنا علاقة بها ولكنها علاقة الندية، لا نسمح بالتدخل في شؤوننا الداخلية. روسيا طرف أساسي وفاعل في معادلة الشرق الأوسط، ومن الطبيعي أن تعود العلاقات المصرية الروسية إلى مسارها الصحيح. وصلت الصورة، بشكر حضرتك الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ مصطفى بكري.